السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. اليوم باذن الله حبيت نشارك معكم واحد الجوله في السوق التميمون، جوله متنوعه كيف العاده. المهم يا البنات بلا ما نطول عليكم، خليكم تتابعوا معنا شويه في السوق التميمون، تشوفوا الجديد اللي كاين في الكساوي وحتى في الاثواب. المهم غادي نديكم معايا تتابعوا واحد المحل ديال الثوب وتشوفوا الكساوي اللي خرجوا دابا. المهم بلا ما نطول عليكم، غادي نخليكم مع الفيديو تكتشفوا معنا الجديد اللي كاين في سوق ولاد ميمون. وهاني البنات، باقي كنصور لكم الجديد في الكساوي اللي كاينين ديال الصيف. كيف كتشوفوا الصراحه كاين فيهم لي طاي وفيهم الالوان. صراحه هاد العام خرجوا الكساوي طوال عراض فيهم لي طاي الكبار كيف كتشوفوا معنا. ودابا راني دخلت للسوق لداخل، كنصور من واحد المحل اللي حداه باب الرحمه كيف كتشوفوا. زعما سبقت وصورت من عنده. مهم يا البنات دابا غادي نديكم معايا للسوق الثاني، السوق ديال الثوب، وغادي نتهاريكم معايا في واحد المحل اللي حتى هو ديجا صورت من عنده، غادي نمشيو ونشوفوا الجديد. وكيف كتشوفوا راني باقي في داك المحل، صراحه جاب كساوي زوينين بزاف وفيهم الالوان وفيهم لي طاي، وقال لي هادو الكساوي طوال ديال البنات الصغار، صراحه الثوب ديالهم زويون بزاف وينفع في هاد الصيف. قال لي ديال البنات الصغار وفيهم حتى لي طاي ديال البنات الصغارات وفيهم الالوان وفيهم بزاف ديال الاشكال. مهم يا البنات راني باقي كنصور لكم الجديد اللي لقيتو عنده. وهادو قال لي ديال البنات الكبار، وحتى هادو اوفر سايز فيهم الطيات وكيجيو عراض والثوب ديالهم بارد.
وهاني البنات، جيت لهاد المحل هذا صراحة لقيتو جاب الاثواب سواء ديال الكساوي وحتى ديال القفاطن. المهم غادي نخليكم تساراو معنا شويه، واللي بغات السميه ديال المحل او فين كيتواجد تخلي لي تعليق وغادي نجاوبكم ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم، راه المحل كيتواجد في ولاد ميغون في الشارع ديال الوسط اللي حدا الجراير.